السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم في التربية الصحية الكوليسترول. إذا يتم إنتاج الكوليسترول في الجسم ثلثين على مستوى الكبد، بينما الثلث المتبقي يتم إنتاجه انطلاقا من الأغذية على مستوى الأمعاء. الكوليسترول نوعان HDL و LDL. بالنسبة لـ HDL يعتبر كوليسترول جيد وهو بمثابة دهون ذات كثافة مرتفعة، بينما LDL فيعتبر كوليسترول سيء وهو عبارة عن دهون ذات كثافة منخفضة. نحن نعلم أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم تعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى السكتة القلبية. التساؤل المطروح في هذه الحالة كيف يتم ذلك؟ كما سنبين بطبيعة الحال لماذا HDL تعتبر كوليسترول جيد بينما LDL تعتبر كوليسترول سيء. إذا الشرايين التاجية هي العروق الدموية التي تزود خلايا القلب بالدم. لنلاحظ ماذا يحدث داخل هذه العروق الدموية. نعلم كذلك أن الدم يتكون من خلايا دموية، كريات حمراء وكريات بيضاء، بالإضافة إلى البلازما. ونعلم كذلك أن البلازما يعمل على نقل بطبيعة الحال عدة مواد، من بينها مواد القيت، جليكوز، أحماض أمينية، أملاح معدنية، دهنيات. كما يعمل كذلك على نقل الفضلات الناتجة عن الأنشطة الخلوية ومواد أخرى مثل الهرمونات، بالإضافة إلى مواد أخرى. بالنسبة للخلايا الدموية لدينا هنا بطبيعة الحال كريات حمراء، لدينا هنا كريات بيضاء. في هذه الحالة الأمر يتعلق بالعمليات. أما بالنسبة لنوعي الكوليسترول اللذين أشرت إليهما قبل لحظات LDL و HDL، فكما أشرت بطبيعة الحال LDL تعتبر كوليسترول منخفض الكثافة وهو الكوليسترول السيء، بينما HDL فبطبيعة الحال يعتبر الكوليسترول الجيد وهو كوليسترول ذو كثافة مرتفعة. في حالة ارتفاع نسبة LDL في الدم، لاحظوا معي ماذا ينتج عن ذلك. بطبيعة الحال هنا نلاحظ أن هناك تراكم لترسبات دهنية على الوجه الداخلي للأوعية الدموية. هذه الترسبات الدهنية تتزايد مع مرور السنين، الشيء الذي سيؤدي كما ستلاحظون معي بطبيعة الحال إلى انسداد الأوعية الدموية، مما يضعف تدفق الدم عبرها. في هذه الحالة خلايا القلب لا تحصل على حاجية الاكتياتية مواد قيت مع ثنائي الأكسجين، مما سيؤدي بطبيعة الحال إلى السكتة القلبية. اتضح لنا كما ربما تبين لكم ذلك أن LDL تعتبر كوليسترول سيء، لأنها هي المسؤولة عن هذه الترسبات الدهنية التي تؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية. إذا كانت LDL هي الكوليسترول السيء وعرفنا لماذا، فلماذا تعتبر HDL كوليسترول جيد؟ نعم، لاحظوا معي فعلا HDL سوف تعمل في هذه الحالة على نقل الكوليسترول الزائد والذي تراكم كما أشرنا قبل لحظات بطبيعة الحال وأدى إلى انسداد الأوعية الدموية. إذا نقل هذا الكوليسترول والعودة به إلى مستوى الكبد حيث يتحلل ويتم التخلص منه. إذا فعلا HDL تزيل هذه الترسبات الدهنية بطبيعة الحال وتعمل على فتح بطبيعة الحال الأوعية الدموية. إذا فعلا HDL تعتبر كوليسترول جيد بطبيعة الحال. إذا الكوليسترول سيء وهو LDL لأنه هو المسؤول عن ترسبات الدهنية، بينما HDL كوليسترول يعتبر كوليسترول جيد لأنه يزيل هذه الترسبات الدهنية. فعلا LDL تنقل الكوليسترول من مستوى الكبد إلى جميع خلايا الجسم عبر الأوعية الدموية، بينما HDL فهي بطبيعة الحال تنقل الكوليسترول في اتجاه معاكس، أي من الخلايا الدموية بطبيعة الحال دائما عبر الأوعية الدموية في اتجاه الكبد. شكرا على انتباهكم وإلى موضوع آخر إن شاء الله.